احكي لي بقى كمان على مش بس الشعر، على اللبس. طبعا انت شفت بقى الناس وعماله تقول لك طالع بالتريننج وبيجامه. لا انا هاجي لك للباقي بقى، يعني هو هنا لحد هنا دور عزيز انتهى خلاص. أوكي. يعني هو وجهنا ان احنا نعمل حاجه جديده. انا اتمنى ما نكونش ندم. لا 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 ده مبسوط قوي بال لا ما شاء الله والله جميل. اللي خلانا بقى نروح في الحته دي قوي حد صديقي اسمه احمد فريد، ستايلست وحد شاطر قوي ومركز في شغله قوي، هو بيحب الفاشن والستايلينج والحاجات دي كلها. ابتدينا نشتغل على اللوك من اول اللبس والشعر والنضاره هنعمل ايه، يعني حياتنا هتبقى ازاي اساسا الفتره الجايه. ف وانا كنت مصدقه جدا وماشي وراه، ما ب... يعني ما عمياني ما بتناقشش في حاجه. انا اول انت مره انت من النوع ده يعني؟ المره دي كنت شوف 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 روح المذيع طلعت اهو. ده والله واحده بس انا كنت فعلا مهتمه اني اعرف هل انت من النوع الجريء ولا انت كلاسيكي؟ لا انا مش يعني جريء، بس يعني بحدود ودايما احط رايي. بس السؤال اللي انجي سالته مهم برضو، هل انت من الشخصيات اللي هتسيب نفسك عادي؟ المره دي سبت نفسي. انما قبل كده لا الصراحه. عمرك دي اول ما بسيبش نفسي. يعني هل ده عشان تواثق في الستايلست ولا لا 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 ولا لا 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 انا شوفوني دور في القعده دي. طيب لا والله انت بتعملي، لا بالعكس والله لا احنا عايزين كاميرا عشان تاكل. لا والله لا خدتني الجلي، انا اسفه يا جماعه والله. لا والله ابدا كملي بس ارجع الذكريات. كملي براحتك انا مستمتع بيك. هل لان انت واثق فيه ولا علشان انت فعلا كنت عايز تعمل حاجه جديده فمش عايز تحط بصمتك فيها؟ لا انا يعني خلاص طالما وثقت يعني انا كنت واثق في الناس اللي انا شغال معاهم فسايب نفسي للاخر علشان حتى ما اشيلش جزء من المسؤوليه. يعني طبعا انا في الاخر انا اللي كل حاجه في وشي، كل انت اللي عشان انت اللي هتشيل كله. بس في الاخر يعني انا خلاص طالما وثقت في الناس اللي انا شغال معاهم سايب نفسي للاخر.